موقع أنا السلفي. أوروبا كذلك تكون هناك أفلام ومسلسلات ورسوم كاريكاتورية وغيرها تسخر من عيسى عليه السلام، وهو عندهم الإله ولا يتحرك لهم ساكن، وإنما يدخلون هذه الأفلام وتحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما تلك الأفلام التي يتجسد فيها عيسى عليه السلام، ولا يقف لها إلا بضعة آلاف من المسلمين في أوروبا يقولون هذا نبي من أنبيائنا، ما لكم تسخرون منه؟ إن كنتم تريدون أن تسخروا من إلهكم هذا شأنكم، وأما المسلمون فلا يرضون أبدا بأن يسخر من نبي من أنبيائهم. ومن ثم فقد أوجدوا من بني جلدتنا من الباحثين عن الشهرة أو المال ممن يدعو إلى أن يمثل النبي صلى الله عليه وسلم في أفلام أو مسلسلات أو غيرها، ويقولون ما بال الأمم الأخرى ترضى بأن يمثل عيسى عليه السلام ونحن لا نرضى أن يمثل محمد صلى الله عليه وسلم. وهل ثمة فرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام لكي نقر تمثيل عيسى ونرفض تمثيل محمد عليهما السلام؟ وهذا من الخبل والخلط. ومتى رضي المسلمون بتمثيل عيسى عليه السلام؟ ومتى رضي المسلمون بتمثيل الصحابة؟ بل ومتى رضي المسلمون الصادقون بالتمثيل أصلا؟ إنه لم يرضى به أهل العلم المعتبرين، ولم يرضى به إلا من أراد أن يجامل الغرب، وإلا من أراد أن يسير في ركبهم.